تعال نروح لزميلنا ابراهيم عمر يقول لنا اخر الاخبار من معسكر منتخبنا الوطني. طمنا على الونش وطمنا على حواديت واخبار وتدريب منتخبنا الوطني. مساء الفل ابراهيم، اتفضل. مساء الخير عليك كابتن شوبير وعلى كل مشاهدي اون سبورت في كل مكان. لسه مكملين معاكم تغطيتنا الحصريه والمستمره لمعسكر منتخبنا الوطني. يمكن اجواء النهارده كابتن شوبير، طب بالطبع ليله المباراه، بكره عندنا مباراه جنوب افريقيا، الاجواء هاديه جدا يا كابتن شوبير. لو اكلمك على يوم منتخبنا الوطني والبرنامج النهارده، بالتاكيد بدا بصلاه الجمعه، كان هناك امام وشيخ هو اللي بيؤم اللعيبه في الصلاه وخطب خطبة الجمعة. تدريب منتخبنا الوطني النهاردة يعني كان الساعة 8 على ملعب الكلية الحربية. التدريب بقى اللي كان فيه التكتيك الأخير والتجهيزات والتحضيرات الأخيرة لمستر أجيري. لو هكلمك كابتن شوبير عن تشكيل مباراة الغد، اللي هو هيكون محمد الشناوي في حراسة المرمى، خط الظهر من اليمين للشمال أحمد المحمدي، محمود علاء، أحمد حجازي، أيمن أشرف، خط النص محمد النني و طارق حامد، قدامهم عبد الله السعيد على يمين ومحمد صلاح على شمال، وتريزيجيه ومهاجم وحيد هو مروان محسن اللي هيكون موجود في التشكيله. ودي التشكيله الطبيعيه لمنتخبنا الوطني واللي بدا بيها مستر أجيري البطوله، لعب مباراه زيمبابوي ولعب مباراه الكونغو ومباراه اوغندا الاخيره كان في تغييرين، لكن بيعود للتشكيله الاساسيه والرئيسيه ليه. يعني مستر أجيري في التدريبات من بعد مباراه اوغندا، يعني تدريبات شفنا التكتيكات يا كابتن شوبير، شفنا التكتيك الدفاعي والتكتيك الهجومي في التدريب، شفنا جمل بتتعمل، جمل جديده ما كناش شفناها في التدريب، لكن شفنا حاجات جديده بتتعمل، شفنا يعني حاجات اللي هي ال1 3 ال1 2 ال1 3 والاوفرلاب واللعيبه والاختراق من العمق والاختراق من على الاطراف، لا شفنا جمل كتير جدا بنتم ان شاء الله نشوفها بكره على ارض الواقع في مباراه جنوب افريقيا ان شاء الله. يمكن لو اطمنك على اصابه محمود حمدي الونش، يعني محمود حمدي الونش تعرض لكدمه في الكاحل واحنا مصورين وهو نازل من الاتوبيس والمنتخب راجع لفندق الاقامه، يعني هو ممكن يكون ورم بسيط في رجل محمود حمدي الونش وكان نازل على رجله، يعني الحمد لله ما فيش كبيره زي ما اشيع وقيل يعني على المواقع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي لرجليه في كبيره. لا محمود حمدي الونش نازل طبيعي جدا لابس الكوتشي في رجليه، بس يعني رجليه ملفوفه، انكر رجله ملفوف باللاصق اللي هو مش رباط ضغط بس لاصق طبي ملزوقه بيه رجل محمود حمدي الونش. يمكن كوكا النهارده رجع للتدريبات بعد اصابته في اول ثلث ساعه او ربع ساعه في مباراه اوغندا الاخيره في دور المجموعات، رجع النهارده اول يوم لكوكا النهارده، بدا بالجري الخفيف حوالين الملعب وتدريبات علاجيه مع دكتور محمد ابو العلا والجهاز الطبي لمنتخبنا الوطني. حضر النهارده تدريب منتخبنا الوطني دكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه ومعاه كابتن هاني وبريده، الحرسين دايما يعني بنشوفهم، كابتن هاني بنشوفه كل يوم، دكتور اشرف صبحي على طول، يعني كل يوم ويوم بنشوف دكتور اشرف صبحي موجود في التمرين. يمكن دي كانت ابرز الاجواء والكواليس هنا من معسكر منتخبنا الوطني كابتن شوبير، والكلمه تعود اليك، تفضل. شكرا جزيلا يا ابراهيم، وبشكرك كمان وبشكر زميلنا المصور العزيز على لقطه تصوير الونش، لانه بالفعل حصل لغط كبير، يعني الونش رجله في كبيره، الونش رجله متجبسه، ادي محمود حمدي الونش. طيب لازم هيروح يعمل اشعه طبعا ويشوف القصه شكلها ايه، غالبا يعني فيها كدمه قويه ان شاء الله، تصل مش اكتر من كدمه ان شاء الله، المنتخب يطمن عليه وناديه كمان يطمن عليه خلال الساعات القليله المقبله. الف سلام عليك يا ونش، من لعيبه الرجاله الحياه محمود حمدي الونش يعني.